احنا بنكافح الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر من خلال التنمية والتوعية طبعا، وخلق فرص عمل للشباب وللناس عموما اللي بيشغلوا شباب معهم. احنا بنعمل هذه الأسواق، واحد للترويج للمنتج التراثي المصري، ده بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وجهاز تنمية المشروعات، فبنعرف الناس بالمنتج التراثي المصري وخصوصا الدبلوماسيين المصريين المنقولين إلى الخارج، لأنهم يعرفوا يشتروا أو على الأقل يبقى عندهم اتصال بالحرفيين اللي بينتجوا هذه المنتجات التراثية الجميلة. النادي يكون لي بيقدم خدمة مجتمعية، بيوصل لناس مش بسهولة كانوا يقدروا يبيعوا الدبلوماسيين أو يبيعوا لكيانات بتسافر. فالمعرض اسمه منتجات مصرية حول العالم، فهو ده الهدف، انك انت تحاولي تدي لهم مساحة يعرضوا حاجتهم بسعر كويس. انا شايفه ان دي حاجه اساسيه ان النادي يبقى بيقدم حاجه زي كده في الاخر العامل المصري. انا بعرض اللوحات كلها بتاعتي بتعبر عن، اولا انا اشتغلت في المتحف المصري في ترميم المتحف المصري سنوات طويله جدا، واتاثرت طبعا بالفن الفرعوني جدا، الرموز بتاعته المركبه والجو المهيب الاخاز بتاعه، فطلع كل ده اختلط بالفن اللي أنا درسته في كلية الفنون الجميلة، وطلع في شكل جديد خالص، خطوط وألوان كلها تجريدية تعبيرية بتعبر عن الأحياء الشعبية اللي رسمت فيها، وبتعبر عن الفن الفرعوني، بس طبعا مش مباشر لكنه إحساس بالأماكن دي والحاجات اللي درستها. اللوحات كلها بتعبر عن كده، هتلاقي خطوط هتحسي فيها بطفولة، بتجري بس بخطوط بسيطة، والألوان كلها الأزرق المصري اللي أنا اتأثرت بيه جدا في المتحف. جاي بعرض يعني الهدف إن أنا بسوق للحرفة، يعني عشان في طبعا ناس كتير لسه ما تعرفش في مصر حرفة الخيامية، فيعني أبوريهم الحرفة وأبوريهم جمالها وإيه اللي ممكن نعمله بالحرفة كده، يعني بحب أشارك أنا في المعرض اللي تبع وزارة الخارجية ده.